أحبتنا عبر شاشة تلفزيون قطر ومتابعين برنامج في الضحى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل الخير والمودة والسعادة والبداية الجميلة التي دائما تجمعنا وياكم من خلال هذه الشاشة في لقاء صباحي يجمعنا وياكم مع مواضيع فقرات نقلات خارجية من خلالها نغطي مختلف الفعاليات والأنشطة الموجودة في دولة قطر. يا هلا ومرحبا فيكم أيضا في لقائنا الصباحي الذي يتخلله مجموعة من الكلمات الجميلة التي اخترنا من خلال هذا الأسبوع أن تكون الكلمات موجهة إلى الأم، لذلك من كتاب هذا الأسبوع اقتباسنا كالتالي: أنا فداء لك يا أمي من كل هم يصيبك ومن كل تعب يثقل كاهلك، سعادتي يا أمي حين أطبع على يديك قبلة وعلى جبينك أخرى وحين أراك تبتسمين. يا قطر يا ديرة العز الجديد وديرة العز الجديد، يا ديرة العز الجديد وديرة العز الجديد، لو كتبنا ما كتب حبك يا قطر يا قطر، ويا قطر يا ديرة العز الجديد وديرة العز الجديد. بالحب وجنحة السلام أهلك الناس الكرام، رفرفي بالحب وجنحة السلام أهلك الناس الكرام، وانت على الحرب داعي تبغ الصوت الجماعي، للأمام إلى الأمام كلنا فجوة ترابك يا قطر، حنا سباع في الرخاء حنا هل الكلمة هل البسمة، اللقاح حنا سباع في الرخاء حنا هل الكلمة هل البسمة. صباح
اللقاء الصباحي الجميل اللي يجمعنا وياكم أحبتنا عبر هذه الشاشة. يا هلا ومرحبا فيكم، ونتمنى أن تكون بداية صباحكم جميلة من خلال المعنويات العالية وأيضا الروح الجميلة والمفعمة بالإيجابية دائما وأبدا. يا هلا ومرحبا بالجميع ببدايتنا وانطلاقتنا الصباحية من خلال برنامج في الضحى. في حلقتنا اليوم راح يكون عندنا مجموعة من المواضيع وأيضا الفقرات اللي ودنا أن احنا نقدمها لكم خلال ساعة ونص من وقت هذا اللقاء الصباحي. مواضيعنا راح تتخللها موضوع راح نتكلم فيه عن انطلاق منتدى الدراسات الخليج والجزيرة العربية الذي يطلقه المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات من تاريخ 5 وحتى 7 ديسمبر في هذا الشهر. وأيضا راح نتكلم بما أن هذه الأيام تحتفل مؤسسة الدوحة للأفلام بعرض مجموعة كبيرة من الأفلام المحلية وأيضا العالمية في مهرجان أجيال في هذه النسخة التي تنفرد بالعديد من الأمور اللي راح نتعرف عليها إن شاء الله مع ضيفنا الكريم، ومن خلال وجوده راح نتعرف أكثر عن كل جديد ومنفرد في هذه النسخة الجديدة من مهرجان أجيال. إضافة إلى ذلك أحبتنا راح نتكلم عن أمر مهم ومن خلاله يتم تغيير الكثير من الأمور إلى أمور إيجابية من خلال التعليم والاهتمام بهذا المبدأ واهتمام المدينة التعليمية من خلال جامعة حمد بن خليفة من خلال المنح الدراسية وأيضا البرامج التعليمية المختلفة. راح يكون معنا مجموعة من العينات المهتمة بمجال التعليم وبإكمال دراستها والدراسات العليا، راح نتعرف وياهم عن سبب اختيارهم لهذه التخصصات وأهميتها لقطاع العمل. هذه مجموعة من مواضيعنا، إضافة إلى أن كل يوم ثلاثاء راح يكون عندنا نقل للحديث عن الشؤون المرورية، ومن خلال هذا النقل عندنا أمر جديد راح نطلعكم عليه من خلال مشوار حلقة اليوم من في الضحى. أما الآن خلونا نبتدي وياكم الجولة مع الشؤون المحلية وأيضا بعض الأخبار المنوعة. يا هلا ومرحبا فيكم أحبتنا وصباح الخير لكل متابعينا. نبدأ وياكم جولتنا الصباحية بهذه الأخبار المنوعة المحلية، منها للشؤون المختلفة لدولة قطر وأيضا بعض الأخبار المنوعة اللي اليوم من البداية. وقبل بداية هذا المشوار مع جولة الأخبار، مجموعة أخبارنا المنوعة اليوم راح تكون غريبة نوعا ما وأيضا مختلفة، وراح تتعرفون عليها أكثر من خلال متابعتكم لنا. نبدأ جولتنا بجريدة الشرق القطرية. المستقلة تطلق حصص إثرائية لطلبة الشهادة الثانوية. أطلقت المدارس المستقلة الحصص الإثرائية لطلبة الشهادة الثانوية العامة استعداداً لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول والذي سوف تنطلق في 26 ديسمبر الجاري وتنتهي في 11 يناير المقبل. ننتقل إلى جريدة الراية القطرية، وهذا الخبر العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة الأمنية للراية. تفاصيل خطة تأمين احتفالات اليوم الوطني. أعلن العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة الأمنية لاحتفالات اليوم الوطني عن اكتمال جميع استعدادات اللجنة الأمنية لتأمين الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني، داعياً الجماهير من مواطنين ومقيمين إلى الالتزام بتعليمات رجال الأمن والتعاون معهم حتى تخرج الاحتفالات بصورة متميزة. ودائماً نقول اليد الواحدة ما تصفق، لذلك نحتاج من خلال تعاون جميع المواطنين والمقيمين مع الجهات الأمنية وأيضاً الراعية لفعاليات اليوم الوطني أن يكون هنالك تعاون والتزام بجميع القوانين والاشتراطات المختلفة. نتوجه إلى جريدة العرب القطرية. في هذه الدراسة التي تتطرق إليها جريدة العرب، دراسة تطوير مصادر التعلم بالمدارس، توصيات بتعديل برامج القراءة بالمراحل الدراسية. أجرى خبراء قسم مصادر المعلومات والمكتبات بهيئة التعليم دراسة حول مراكز مصادر التعلم في المدارس المستقلة بهدف قياس فعاليات مراكز مصادر التعلم واتجاهات وميول المستفيدين منها، وذلك بهدف التعرف على مواطن القوى وتحديد أبرز السلبيات ووضع الخطط اللازمة لتعزيز مواطن القوى من جهة، وللتغلب على المعوقات ومعالجة السلبيات من جهة أخرى،
وذلك في إطار تطوير مصادر التعلم في المدارس وإيجاد السبل الكفيلة باستثمارها في العملية التعليمية على النحو الأمثل. ننتقل من هذه الأخبار إلى جريدة الوطن ونختم جولة الأخبار المحلية بهذا الخبر. معرض الدوحة الدولي للكتاب يبدأ غدا. تنطلق فعاليات الدورة 26 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب الذي تنظمه إدارة المكتبات العامة بوزارة الثقافة والفنون والتراث غدا الأربعاء. يستمر 10 أيام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وهذه دعوة للجميع لحضور هذا المعرض للاستفادة من العديد من الندوات وأيضا الفعاليات التي ستترافق مع معرض الدوحة الدولي للكتاب، إضافة إلى اقتناء عدد كبير من الكتب التي قد تكون وليس قد تكون بل أيضا ستكون بالتأكيد مفيدة لجميع أفراد الأسرة وأيضا كل المهتمين بالقراءة. خلصنا معاكم جولة الأخبار المحلية بهذا الخبر عن معرض الكتاب. ننتقل إلى مجموعة من الأخبار المنوعة، نبدأها بهذا الخبر الغريب. مثل ما قلت لكم في البداية، أخبارنا المنوعة اليوم راح يتخللها مجموعة من الأخبار أو 3 أخبار تحديدا. هذه الأخبار قد تكون غريبة لبعض مشاهدينا، منها هذا الخبر اللي يتحدث عن المشروبات الخالية من السكر التي تسبب التسوس. مثل ما احنا عارفين ان نسبة السكريات وكثرتها هي التي تؤدي الى التسوس في الأسنان، لكن هذا الخبر يقول اذا كنت قد تحولت الى المشروبات الخالية من السكر لتجنب تسوس الأسنان فلا تطمئن كثيرا بانك سوف تتخلص من هذه المشكلة، فقد حذر أطباء الأسنان من أن حتى المشروبات والأطعمة الخالية من السكر قد تسبب تسوس الأسنان، وأن المشروبات التي تحتوي على مواد مضافة حمضية وتلك لديها مستويات منخفضة الحموضة تسبب ضررا لمين الأسنان حتى لو كان الشراب خاليا من السكر. في كل الأحوال إذا كنت من محبين شرب المشروبات التي تحتوي على السكريات أو كنت تعتمد على المشروبات الخالية من السكريات، لابد من مراجعة الطبيب في حال عدم اهتمامك بالمراجعة الدورية اللي تكون كل 6 شهور للحفاظ على سلامة الأسنان. إذا حسيت بألم، إذا حسيت ببعض التغير في شكل الأسنان الخارجي، لابد من مراجعة الطبيب حتى تبتعد عن خطر الإصابة بالتسوس في أسنانك. أيضا ننتقل وياكم إلى الخبر التالي. هذا الخبر قد لا يعجب المدراء في أماكن العمل، لكن ممكن يكون عذر لبعض الموظفين. العنوان يقول الابتعاد عن المدير يريح الموظفين. هذا الخبر يقول كلما جلس الموظف بعيدا عن مديره فإنه يشعر براحة أكبر ويقوم بالعمل بنوعية وجودة أفضل، كما أن الجلوس قريبا منه يزيد من مستوى السلوك السيء للأسف، ولديه نظرا لانتقال سلوك المدير اللي ممكن يكون عصبي فبالتالي ينقل هذه العصبية إلى موظفينه، وأيضا يصبح سلوك الموظف سيئا مما أظهرت دراسة نشرت مؤخرا. وخلصت هذه الدراسة التي قام بها باحثون هولنديون إلى أن تأثير القرب من المدير يؤثر بشكل أكبر من البعد عنه أو السماع به. إذن مهما كانت الحالة النفسية لهذا المدير، إذا كان عصبي، إذا كان متذمر، إذا كان دائما يوجه بعض التوجيهات أو غيرها من الأوامر بشكل قد لا يعجب الموظفين، من بعد قراءة هذا الخبر احنا نوجه تحية لكل المدراء ونتمنى منهم انهم يتوخون الحذر في التعامل مع الموظفين، خاصة اللي تكون مكاتبهم قريبة من مكتب هذا المدير. ننتقل إلى آخر أخبارنا في هذه الجولة الصباحية. لتجنب الحوادث لا تعطس. أجريت دراسة حديثة على تأثير العطس أثناء قيادة السيارة، وأظهرت نتائج هذه الدراسة بأن أكثر من 2 مليون حادث سير سببه العطس أثناء قيادة السيارة. تقول الدراسة بأن حوالي 1/3 السائقين يقولون بأن العطس هو أسوأ ما يمكن أن يتعرضوا له أثناء قيادتهم لسيارتهم، وخلصت هذه الدراسة إلى أن 7% من السائقين يتعرضون لحوادث قد تكون قاتلة لا سمح الله بسبب عطسه، بحسب مصدر إحدى الصحف البريطانية.
إذا الشخص وده أنه هو يعطس أحياناً صعب عليه أنه هو يوقف هذه العطسة، فبالتالي مثل ما قالت الدراسة أن 7% من الحوادث قد يكون سببها العطس. هذا أمر غير مش ممكن باستطاعة الإنسان أنه هو يوقفه، لكن بالإمكان أن احنا نتجنب الحوادث بالالتزام بقوانين. وأيضا المنوعة. بعد الفاصل بإذن الله راح نتكلم وياكم عن منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي يطلقها المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، راح نتكلم عن استعدادهم وأيضا أهمية إقامة هذا المنتدى، فانتظرونا بعد الفاصل. صباح السعادة وصباح الأمل والتفاؤل على كل الأحبة ومتابعينا من خلال شاشة تلفزيون قطر وبرنامج في الضحى. في كل ثلاثاء نهتم بتغطية الشؤون المرورية وأن يكون لنا نقل خارجي مع إدارة المرور في مختلف الأمور المتعلقة بالاشتراطات وأيضا القوانين وغيرها من الإجراءات الأمنية. وياكم أحبتنا مع زميلنا عمر الشمري راح نتعرف على أمر جديد راح يطلعنا عليه في هذه الأثناء، ونقول صباح الخير عليك يا عمر. صباح النور والسرور والعافية أختي أسماء الحمادي، صباح الخير عليك ويا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا، تحية صباحية معطرة لكم وين ما كنتم. مشاهدينا متواجدين اليوم في إحدى الشوارع الرئيسية لمدينة الدوحة لتسليط الضوء على حملات التفتيش اللي تقوم فيها إدارة المرور وأيضا في دورهم في الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية. للمزيد عن هذا الموضوع بيكون معنا اليوم أخونا علي صالح اليامي، مرحبا ومسهلا فيك. مرحبا مرحبا بشكل. الله يرحبك أخوي علي. تكلمنا عن دور إدارة المرور في الحفاظ على انسيابية حركة المرور. صحيح، بخصوص دوريات الحركة والتحقيق المروري، عملهم في انسيابية الحركة يتم توزيع الدوريات على جميع الدوارات، ويقومون الأفراد الموجودين على الدوارات بتنظيم الحركة المرورية ومحاولة تسهيل الحركة في جميع مناطق الدوحة. نعم أخوي علي، هالأيام نشوف ما شاء الله زادت حملاتكم التفتيشية وأيضا أوقات الذروة، أوقات الناس يطلعون من دواماتهم، نشوفكم موجودين جزاكم الله خير على الدوار تمشون الناس، تكلمنا عن هذا. بخصوص الحملات التفتيشية هي بشكل دوري، ويعني بشكل شبه يومي، وزادت في الفترة الأخيرة حيث قبلنا على موسم الشتاء وفي ازدياد المخالفات معينة في مناطق معينة يتم التركيز عليها من قبل دوريات الحركة. أخوي بخصوص موسم الشتاء، بعض الشباب يطلعون إلى المناطق الخارجية مثل سيلين ومثل بعض المناطق البران اللي عندنا في قطر، تكلمنا عن أهمية وجود الدوريات هناك أيضا للحفاظ على سلامتهم والاطلاع على يعني إجراءاتهم تكون سليمة. صحيح، بخصوص الأشخاص اللي يريدون البر ويتحركون سيلين في إجازة الخميس والجمعة، نتمنى منهم القيادة ببطء وحذر والالتزام بقواعد المرور. أيضا دورياتنا متواجدة في مسعيد، في الشمال، في الخور، في الشحانية، في المناطق هذه دورياتنا متواجدة وعندها نقاط تفتيش وعندها حملات أيضا تقوم مخالفة السيارات المخالفة على جميع الخطوط هذه. نعم ممتاز أخوي علي، أهم الأشياء اللي المفترض أن يكون السائق يحملها معاه لما يوصل مثل هذه النقطة اللي نشوفها ورانا الحين، جزاهم الله خير الشباب واقفين يقومون بحملة تفتيش، أهم الأشياء المفروض تكون متوفرة مع السائق لما يوصل عند نقطة تفتيش. صحيح، بخصوص السائق يستوجب عليه حمل رخصة القيادة، أيضا استمارة السيارة ويبرزها لرجل المرور، أيضا يكون ملتزم قواعد المرور، حزامه، رابط حزامه، عدم التكلم في الهاتف، والتقيد بقوانين المرور الموجودة. نعم. الرخصة وملكية السيارة والتقيد بقوانين المرور. أخوي علي، بخصوص الجهال اللي يركبون في السيارة، بعض الناس يخلي يعني الجهال ورا يلعبون، وهذا خطورة هذا وضرورة الالتزام بمقاعد الأطفال.
احنا نحب ننوه على المواطنين وايضا المقيمين في البلد الأولياء الأمور. وقت الشخص يركب مع الأطفال يلتزم الطفل في المقعد الخلفي ويكون هناك له مقعد خاص يربط حزام الأمان. خطورته الشخص إذا مسك بريك مثلا حادث مفاجئ بريك مفاجئ اصطدم في شخص سرعة انطلاق الطفل بتكون بسرعة خيالية إلى الجامعة الأمامية، هذا يشكل عليه خطورة ممكن يتعور يصاب الطفل. فتحت العمر القانوني توجب على الأطفال أنهم يجلسون في الخلف. أخوي علي إن شاء الله أنهم الحين جالسين يشوفونك ويسمعونك ويلتزمون إن شاء الله في هذه النصائح اللي تقدمها. أيضا تكلمنا عن المخالفات اللي ممكن يعني تتسبب في حجز المراكب أو أبرز المخالفات يعني عشان الجمهور يكون على دراية واطلاع ويكون على بينة. أيضا صحيح بخصوص أبرز المخالفات مثلا القيادة اللي حن مشددين عليه أو نقاط تفتيشنا الفترة الأخيرة اللي هي شاهدنا كثير قيادة الأشخاص بدون رخصة قيادة تسبب لحجز المركبة، أيضا تحويل الشخص باتجاه التحقيق أو النيابة العامة دون السن القانوني اللي هي تحت 17 سنة إنما يحمل لا كتشو أو رخصة قيادة. أيضا التحفيز والتلاعب في السيارة، أيضا الصوت المزعج على السيارة، ايضا عند الحملات التفتيشيه على التجاوز من اليمين، ايضا الوقوف في موقف المعاقين، التسكير على سياره واقفه في عده مخالفات كبيره. نعم نتمنى حقيقه من عيالنا ومن اهالينا ومن كل من يشوفنا الان ويسمع انه يلتزم في هذه النقاط اللي تفضل فيها اخوي علي صالح اليامي في اداره المرور انه ايضا يتجنبها وما يسويها. اخوي علي ايضا تكلمنا عن الشاحنات وضرورة التزامهم في اللي لهم واللي عليهم. صحيح بخصوص الشاحنات احنا عندنا نقاط تفتيشية لهم في الفترة الصباحية ايضا الفترة المسائية. التواجد دوريات الحركة المرورية على مداخل الدوحة مثلا عندنا منطقة السيرية، ايضا منطقة سلوى، ايضا منطقة قبل جسر الشمال، هناك نقاط تفتيشية يتم استيقاف الشاحنات. ايضا الشاحنة اللي متحركة مثلا من وقت الذروة بيكون من الساعة 6 للساعة 8 في الوقت الصباحي هذا يتم مخالفة الشاحنة السير وقت الذروة. شنو الأشياء اللي ممكن تؤدي إلى مخالفة سائق الشاحنة؟ مثلا احنا بعض الأحيان نشوف شاحنات مثلا حمولتها تكون زايدة ولا مثلا نوع من الإهمال في طريقة ربط أو التحميل. تكلمنا عن هذه النقطة أخوي علي. بخصوص الشاحنات حتى احنا ننوه على المواطنين والمقيمين اي شخص يشاهد شاحنه الحموله عنده غير مؤمنه وفي هناك حموله تنزل اتربه او حصى ينزل منه يبلغ اداره المرور او العمليات 9 بتتحرك لدوريه في مخالفه تنطبق على الشاحنه عدم تامين الحموله. ايضا الشاحنات مطلوب منها الالتزام الخط السير اليمين في حاله تجاوزه او سيره على الخط الايسر هناك مخالفه 3000 ريال قيمتها على الشاحنات. احنا نتمنى ايضا من سواق الشاحنات انهم يلتزمون في هذه القوانين عشان سلامتهم وسلامه المواطنين. اخوي علي في هناك حزمه من القوانين الجديده اللي سمعت عنها الحين احنا قبل الهواء نسولف انا وانت بخصوص حجز المركبات او اللي يسكر مثلا على سياره او اللي يوقف في مواقف ذوي الاعاقه، هناك اجراءات جديده اتخذتموها بهذا الجانب وهذا الخصوص تكلمنا عنه. صحيح بخصوص المخالفات في مخالفات الحين عليها حد سيارة وأيضا تم الإعلان عنها مسبقا في وسائل الإعلام. مثلا التجاوز من اليمين عندنا حملات مكثفة على جميع الإشارات والتقاطعات بخصوص التجاوز على اليمين، نحاول نحد من الأشخاص اللي يقومون بالتجاوز من اليمين وإن شاء الله في انحدار في مستوى المخالفة هذه في الأيام الأخيرة. أيضا الوقوف في المعاقين نحب ننوه على الأشخاص هذا الموقف موقف معاق خصوصا المعاق، الشخص إذا استوقف فيه وخالفته الدورية بيتخلى طلب اللي هو حد سيارة. أيضا التسكير على سيارة واقفة في موقف صحيح عليه حد سيارة. نعم إذن الآن مشاهدينا اللي تسمعون اللي يوقف في مواقف المعاقين ما عاد مخالفة الحين فيها حجز، فنتمنى أن الواحد يتجنب يعني مثل هذه المخالفات. أخوي علي أيضا نبي منك نصيحة إلى المشاهدين واللي يشوفونا ويسمعونا الحين. والله احنا ننصح جميع المواطنين والمقيمين في دولتنا قطر الالتزام بقوانين المرور، ايضا نشدد على اولياء الامور التزام اطفالهم عدم اعطائهم السيارات لان احنا نشاهد في الاونه الاخيره كثره الاطفال دون السن القانوني تحت ال 17 سنه، اطفال صغار الاهل يشاركونهم يعطيه السياره ويخليه يطلع في الشارع. نحب
ننوه عليهم من هالناحية، أيضا التزام بالأشخاص بجميع قوانين المرور والسير. إذا التوعية أخوي علي تبدأ في البيت، إدارة المرور لحالها أو كل الجهات اللي معنية ما تقدر يعني هي بروحها تتحمل كل هذه المسؤولية، أيضا أولياء الأمور نتمنى أنهم أيضا يقومون بواجباتهم ويوعون أطفالهم بهذا الجانب وهذا الخصوص حفاظا على سلامتهم وأيضا حفاظا على سلامة الجميع. مشاهدينا كنا في نقل مباشر معاكم من إحدى النقاط التفتيشية، وكان معنا أخونا علي صالح اليامي، وأطلعنا على نقاط مهمة حقيقة نتمنى أنكم استفدتم منها. كل الشكر لك أخوي علي صالح اليامي، والشكر أيضا موصول لإدارة المرور متمثلة في وزارة الداخلية. وبعد هذا النقل نرجع وننتقل إلى الزملاء في الاستديو. يعطيك العافية عمار على هذه التغطية، وأيضا تحية موجهة لكل أفراد إدارة المرور والدوريات التابعين لوزارة الداخلية على جهودهم في كل الأوقات لخدمة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وتقديم الخدمة الفعلية لهم من خلال التوعية وأيضا التثقيف. عودة لكم أحبتنا الاستديو في الضحى، ونبدأ معكم في أولى مواضيعنا في حلقة اليوم للحديث عن استضافة دولة قطر في 5 وحتى 7 ديسمبر لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي يقيمها المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات. هنالك أهمية لإقامة هذا المنتدى وأيضا أهداف يرمي إليها هذا المنتدى، راح نتعرف عليها أكثر مع رئيس لجنة منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية السيد والدكتور الدكتور مروان قبلان. حياك الله ويانا. أهلا وسهلا أختي الكريمة. يا هلا مرحبا فيك دكتور مروان، وهذا المنتدى مثله مثل العديد من المنتديات التي تستضيفها الدولة له أهمية وأيضا له أهداف. في البداية لو نتعرف عن الهدف من إقامة هذا المنتدى. وشي بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على هذه الاستضافة، وأحييكم وأحيي جمهور تلفزيون قطر. يعني حقا فكرة المنتدى دراسات الخليج بدأت مبكرا هذا العام. نعم. عقدنا في العام الماضي في المركز العربي المؤتمر الثالث لمراكز الأبحاث العربي، وكان عنوانه دول مجلس التعاون الخليجي السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. النجاح الكبير الذي حققه ذلك المؤتمر عمليا دفعنا إلى أن نقوم بتحويله بشكل كامل إلى منتدى دراسات الخليج. نعم. والجزيرة العربية، ليكون مناسبة أكاديمية سنوية يجتمع بها أكاديميين وخبراء دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة هموم دولهم ومنطقتهم، سواء فيما يتعلق بقضايا داخلية أو ببيئتها ومحيطها الخارجي. وقد تقرر عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي إن شاء الله خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، ليكون ملتقى لهؤلاء الخبراء والأكاديميين. الهدف الأساسي من ذلك أنا من وجهة نظري هو أن نجمع هؤلاء الأخوة للتداول في شؤون دولهم، في قضاياهم، في همومهم و التحديات التي تواجه دولهم، ومن خلال جمعهم بهذه الطريقة نعتقد في إثراء في إغناء للنقاش الذي يمكن أن يدور. يعني جرت في العام الماضي مناقشات أعتقد أنها كانت جدا يعني مهمة عميقة. نعم. دفعتنا إلى تطوير أفكار مختلفة فيما يتعلق عمليا بشؤون هذه المنطقة. نعم. التي يجب أن لا تغيب عن أجندتنا. نعم. البحثية نحن كمركز. دكتور مروان، المواضيع راح تتعدد وتختلف باختلاف المناطق والدول العربية أيضا المشاركة في هذا المنتدى على المساحة الجغرافية لمنطقة الخليج العربي. سيكون هنالك حديث عن التعليم، وأيضا ستتطرقون إلى موضوع البيئة إقليميا ودوليا. هل هنالك مواضيع أخرى سيتم التطرق لها أو أوراق ستقدم من خلال هذا المنتدى؟ أخي الكريمة، في العام الماضي كانت تقريبا المجال مفتوح في كل الموضوعات. نعم. لكن وجدنا بأنه لم يجري التعمق في بحثها، لذلك قررنا التالي: أن يقوم المنتدى في كل دورة من كل عام باختيار قضية داخلية تتم مناقشتها بشكل معمق مفصل. فاخترنا لهذا العام قضية التعليم. نعم. وأبقينا محور التحديات البيئة الخارجية، بمعنى العلاقات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، محورا دائما على المنتدى في كل عام. إذن المحور الأول متغير، المحور الأول متغير. نعم. المحور الثاني ثابت. المحور يعني العام القادم سوف نختار محور آخر، يعني نحاول الآن أن نبلور شيء عنه. العام القادم إن شاء الله سوف نستفتي حتى آراء الخبراء الخليجيين الذين سيجتمعون حول اعتقادهم، حول تفكيرهم لأي قضية يمكن أن تكون مهمة أو لحة يجب أن يناقشها المنتدى العام القادم. نعم، باعتبار أن التعليم قضية داخلية سيتم التطرق لها في منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، ما هي أهم المحاور التي سيتم الاهتمام بتسليط الضوء عليها في هذا المنتدى؟ أختي الكريمة، هناك 3 محاور عريضة في قضية التعليم. نعم.
المحور الأول هو الواقع والتحديات، بمعنى نحاول أن نشخص واقع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات التي تواجه تطوير العملية التعليمية في هذه الدول. الأمر الثاني عمليا هي السياسات والاستراتيجيات التعليمية لهذه الدول، يعني بمعنى كيف تخصص هذه الدول موازناتها للتعليم، كيف يتم إنفاقها، كيف يتم فيما يتعلق بموضوع إنشاء المدارس والجامعات والابتعاث الخارجي وكل هذه القضايا التفصيلية تحت محور اسمه السياسات والاستراتيجيات. المحور الثالث هو انعكاسات العملية التعليمية على واقع وتنمية مجتمعات هذه الدول. إذا لدينا واقع، لدينا سياسات واستراتيجيات، لدينا مخرجات العملية التعليمية. في هذه المحاور الثلاثة هنا لدينا أكثر من 26 ورقة من خبراء خليجيين وعرب وأجانب مهتمين بموضوع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، سوف يتم عرضها إن شاء الله خلال الأيام الثلاثة للمنتدى. نعم دكتور مروان، المشاركين من عدة دول عربية، ما أهمية المشاركة من ناحية الخبرات وأيضا من ناحية التجارب المختلفة للدول؟ ما هو المتوقع من بعد هذا المنتدى، أو ما يرمي إليه هذا المنتدى من بعد نهايته وعقد وأيضا استطلاع العديد من الأمور التي سيتم التحدث عنها من خلال هذا المنتدى؟ كريمة، أولا يجب أن نؤكد هذا المؤتمر مؤتمر أكاديمي خالص. نعم. بمعنى أن المشاركين فيه جميعهم أكاديميون وخبراء في حقل التعليم أو في حقل السياسة. نعم. الخارجية. في حقل التعليم لدينا حقيقة أجيال مختلفة، يعني لدينا باحثين شباب، لدينا باحثين لديهم خبرة واسعة. جميل. في مجال التعليم، فنحن حاولنا أن نجمع الطرفين حتى نحاول أن يعني يصير هناك نوع من تبادل الأفكار ونقاش حقيقي بين جيل لديه احتياجات وتطلعات مختلفة عن جيل لديه خبرة كبيرة خلال السنوات الماضية. وطبعا جلب هذه الخبرات المختلفة أنا أعتقد سوف يساعدنا على الخروج بمقترحات، سوف يساعدنا على الخروج بآراء وأفكار يمكن أن تساعد على تطوير العملية التعليمية. نتمنى أن تكون على أرض الواقع وليست على أوراق العمل فقط التي يعني سيتم تقديمها. أنا أعتقد مشاركة المجلس الأعلى للتعليم معنا في دولة قطر حقا، يعني المجلس الأعلى مشكور، يعني توجه لهم. نعم. بالتحية في هذه المناسبة على يعني حماسهم ورغبتهم في المشاركة في هذا المنتدى. دائما هم من المبادرين بدون شك. بدون. نعم. شك يعني لدينا جلستين قام بتنظيمهما المجلس الأعلى للتعليم، يعني الجلسة الأولى عن التعليم حقيقة ويقوده المجلس الأعلى للتعليم. جميل. هذه الجلسة، والجلسة الأخرى جامعة قطر تقوم في تحديات البيئة الخارجية كمان قامت بتنظيم جلسة في المنتدى. لذلك أنا أشكر المجلس الأعلى للتعليم على حماسهم، أيضا أشكر السيد وزير التعليم والتعليم العالي القطري سعادة الدكتور محمد عبد الواحد حمادي. نعم. هو سيكون أيضا يعني متحدث رئيس في الجلسة الافتتاحية يوم السبت القادم إن شاء الله. هذا سيثري أكيد المنتدى بشكل يعني كبير. يعني هذه العلاقة بين يعني بين من جهة صناع القرار في العملية التعليمية والأكاديميين والخبراء، أنا أعتقد هذا يعني هذا الاجتماع يمكن أن يسهم بشكل كبير في تبادل الأفكار وإغناء هذه النقاشات. والمجلس الأعلى للتعليم إن شاء. نعم. الله يمكنه أن يعني بعد انتهاء المؤتمر أن يطالبنا بكل الأوراق وكل البحوث التي قدمت، ونحن على أتم الاستعداد أن نقدم له هذه البحوث وهذه الأوراق حتى يتم الاستفادة منها. ما هو مفيد. وإذا كانت هناك. نعم. أفكار يمكن تطبيقها على أرض. نعم. الواقع فبالتأكيد تعود إليهم عملية يعني الترجمة والتنفيذ. نتمنى كل ما سيقدم من خلال هذا المنتدى إن كان سيفيد المنظومة التعليمية أن يؤخذ بعين الاعتبار وأن يكون على أرض الواقع ويطبق حتى يستفيد منه الجميع إن شاء الله. دكتور مروان قبلان، بما أن حضرتك رئيس لجنة هذا المنتدى، ما هي استعداداتكم الآن؟ هل ستترافق مع هذا المنتدى ورش ندوات أخرى، ولا نعتبر أن فقط سيتم الاعتماد على الأوراق التي ستقدم في هذا المنتدى؟ يعني أختي الكريمة، لدينا في المنتدى نحن في التعليم 9 جلسات يعني على امتداد الأيام الثلاثة، وكل جلسة من هذه الجلسات هي عبارة عن ورشة عمل متكاملة، يعني يقوم بها مجموعة من الخبراء بتقديم عدد من الأوراق في قضية تعليمية معينة، ويتم طرحها للبحث والنقاش والأخذ والرد بين جميع الأخوة الموجودين. أنا أعتقد بأنه يعني إن شاء الله في المرحلة القادمة يعني قد نذهب باتجاه أفكار لتطوير المنتدى أكثر. لا تنسي أن هذه الدورة الأولى للمنتدى هذا. نعم. العام، يعني هذه أول دورة تعقد للمنتدى هذا العام. كل التوفيق إن شاء فيها. الله خلال السنوات القادمة سنذهب باتجاه تطوير فعاليات أكثر على صعيد الاهتمام بقضايا الخليج. يعني أنا أعتقد بأنه فعلا من واجبنا أيضا أن نخصص للخليج
منتدى خاص به يناقش قضايا وهمومه والتحديات التي تواجهه وهي ليست بالقليلة على الإطلاق. دكتور مروان، لمن يريد الاستفادة، هل هي الدعوة عامة أو الدعوات خاصة لبعض الحضور؟ الدعوة عامة أمام جميع الأخوة المهتمين بقضايا التعليم وقضايا السياسة الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي. المؤتمر سيكون إن شاء الله على امتداد 3 أيام، 5، 6، و7 ديسمبر، أي سبت وأحد واثنين. نبدأ أعمال المؤتمر المحاضرات في الساعة 9 صباحا، إن شاء الله يتم الافتتاح. الافتتاح الرسمي سوف يكون في الساعة 6 مساء. الجلسات المنتدى مفتوحة لجميع المهتمين خلال الأيام الثلاثة، لا يحتاج أحد إلى أي دعوة خاصة. فقط هذه دعوة لكل المشاهدين، يعني فقط هو بإمكانه أن يذهب إلى فندق الريتز كارلتون في الدوحة. المؤتمر سوف يكون في يوم السبت في قاعة المختصر، في يوم الأحد والاثنين سوف يكون في قاعة لوسيل. دكتور مروان قبلان، رئيس لجنة منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية التي تنظم وتقيمها المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، نتمنى لكم كل التوفيق. إن كانت هذه الدورة الأولى، نتمنى كل التوفيق من خلال نجاحكم ليكون هنالك دورات أخرى يتم تقديمها وتقديم أوراق عمل تفيد كل أفراد المجتمع. إن شاء الله. شكرا جزيلا إن شاء الله. لك. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا لك. أحبتنا، وياكم في هذه الأثناء من خلال هذا التقرير راح نتعرف عن رحلة صيد. هذه الرحلة تم إقامتها من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، من خلالها تم تعريف وتأهيل وأيضا تدريب مجموعة من الطلبة على كيفية التعامل مع سوق العمل من خلال تسويق أنفسهم وأيضا التعامل مع جهات العمل وقطاعات العمل المختلفة. راح نشاهد وياكم هذا التقرير، ومن بعده راح يكون عندنا حديث عن مهرجان أجيال السينمائي. هي اسمها رحلة صيد أو هانتينج تريب باللغة الإنجليزية. إحنا عاملين فكرة إنه أرباب الأعمال إلى حد كبير عايزين يصطادوا، يعني طلبة متخرجين بمواصفات معينة، وفي المقابل الطلبة أيضا بيستعدوا للرحلة بتاعتهم، رحلة الصيد، إنهم يصطادوا أعمال مميزة في سوق العمل القطري. فهي دي الفكرة، إن الطرفين أكنهم طالعين رحلة، فهذه الرحلة محتاجة استعداد، وإحنا بنهيئهم لهذه الرحلة من خلال هذه الفعالية. السيرة الذاتية اتغير مفهومها في العصر اللي احنا فيه دلوقتي مع التكنولوجيا، مع التواصل الاجتماعي، فهنعلمهم الآليات الجديدة لهذا الموضوع والتحديات المرتبطة به. هنتكلم أيضا على ما هي متطلبات سوق العمل في الوقت الحالي في العصر اللي احنا فيه، وهنتكلم أيضا على ما هي المهارات اللي محتاجها الطالب للمقابلات الشخصية. رحلة صيد هو يعني عبارة عن إن كيف تميز نفسك ما بين الآخرين وما بين الناس من خلال يعني اكتساب المهارات والكفاءات اللازمة لمواجهة سوق العمل. احنا طلاب في جامعة قطر بعد يعني مثلا كم من سنة أو كذا راح نواجه سوق العمل، يبغون يعني في ناس كثيرة متخوفة من إجراء المقابلات الشخصية، شلون تتغلب على هذه المقابلات الشخصية؟ طبعا هناك يعني المدراء الموجودين يتكلمون عن احتياجات العمل، عن المهارات اللازمة في التوظيف، وشلون تواجه هذه المقابلات. الهدف تعريف الطلاب بالأشياء الأساسية وتوعيتهم في طريقة كتابة السي في، في الرزومي، السيرة الذاتية طبعاً لهم. أهم نصيحة الخطة العملية لهم في المستقبل، أن تكون عندهم خطة واضحة، عارفين هم شنو يبون في المستقبل، ويحددون نقاط القوة عندهم ويبنون عليها. The
وما زلنا نتواصل معكم أحبتنا في تغطية العديد من الفعاليات والأنشطة. ومن هذه الأنشطة والفعاليات الجميلة اللي نحب أن احنا نغطيها، زميلنا حمد السلامة موجود في أحد الأندية الرياضية وراح يطلعنا عن فعالية جميلة من حيث المبدأ وأيضا من حيث الأشخاص اللي تم إقامة هذه الفعالية لهم. نتعرف عليها مع زميلنا حمد. صباح الخير. هلا، صباح النور زميلتي أسماء، صباح إن شاء الله بالخير، وصباح الخير على ضيوفك وعلى مشاهدين برنامج في الضحى. مثل ما ذكرت اليوم احنا متواجدين في نادي الريان الرياضي لتغطية مهرجان الاحتفال باليوم العالمي والعربي للأشخاص ذوي الإعاقة. للتحدث أكثر عن هذا الموضوع معنا أمين صندوق نادي الريان السيد أحمد يوسف البدر. صباحك الله بالخير سيدة. صباح النور والعافية ومرحبا بكم في قلعة الرهيب باسم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. نرحب تلفزيون قطر في هذا الصرح الشامخ إن شاء الله. هلا فيك سيد أحمد. سيد أحمد، في البداية حدثنا أكثر عن هذا المهرجان، عن تنظيم هذا المهرجان في نادي الريان. طبعا نادي الريان خبرات من أكثر من 4 سنوات ودعب على تنظيم ومشاركة إخواننا ذو الإعاقة في عدة مهرجانات. فاليوم طبعا لأنه يصادف اليوم العالمي، طبعا اليوم العالمي يصادف فإحنا نتكملها، فإحنا برزنا دورهم وبرزنا أيضا بعض يعني وضعنا بعض يعني الألعاب في هذا المهرجان حسب طبعا إمكانياتهم وقدراتهم لمساعدتهم في دمجهم في من خلال هاي المهرجان في المجتمع المدني. طيب سيد أحمد، شنو الأهداف أو دور نادي الريان في هذا اليوم، أو شنو الأشياء اللي قاعد يقدمها نادي الريان للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا اليوم؟ دور نادي الريان، نادي الريان مؤسسة رياضية مكملة لأدوار الدولة طبعا، متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، إدارة الشباب. طبعا دور الدولة اللي هو الله يسلمك ما رسمت له سمو الشيخ أم جاسم، الاهتمام بهالفئة ودمجهم من خلال أعمال رياضية أو ثقافية واجتماعية. احنا طبعا استغلالا لهالمكان ودورنا احنا، فاستغلينا طبعا اليوم لدمجهم من خلال الرياضة وممارسة بعض الأنشطة دمجهم في المجتمع. طبعا لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، احنا مساعدة في التنمية يعني طبعا، فإن شاء الله نكون أدينا دور ولو بسيط يعني إن شاء الله. هذا هدف جدا جدا رائع، أنك تدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتنمية قدراتهم. الله يعطيكم ألف عافية. وأنا بالمناسبة هذه أنا أشكر طبعا تلفزيون قطر، أشكر وزارة الشباب، اللجنة الثقافية في نادي الريان متمثلة في الدكتور المبدع دكتور أيمن، إنسان تربوي وعارف حتى اختياراته مناسبة جدا يعني، فأنا صراحة سعيد جدا بالتواجد معهم. جميل جدا سيد أحمد. طيب هل يترى في فعاليات قادمة لليوم الوطني أو غيره؟ والله طبعا إحنا نادي الريان دائما مشارك في المجتمع، في اليوم الوطني إن شاء الله هناك فعاليات بتكون في النادي، طبعا مسرحيات القرية التراثية كاملة يعني إن شاء الله راح تشوفون معنا. ما أبغي أحرق الأشياء هذه، لكن بما أنتم يعني تلفزيون قطر وإحنا نودكم ونحبكم جدا يعني تمثلوننا، وإحنا إن شاء الله جزء بسيط لو مثلناكم، فإحنا طبعا نصرح لك بهالأشياء يعني عندنا أوبريت، عندنا مسرحيات، فإن شاء الله تشوفون الأشياء مبدعين فيها إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك ألف عافية سيد أحمد، ما قصرت أبوي، يعطيك ألف عافية. كذلك أعزائي المشاهدين معنا أحد الطلاب المشاركين في هذا المهرجان، أنت عرف عليك. سلمان جاسم طور. والنعم أبو جاسم. أبو جاسم من أي مدرسة؟ من سيد بخندون الإعدادية. حلو. شلون شايف الحفل والتنظيم اليوم؟ والله إحنا جايين نلعب وكوار تانسين طلاب كلهم يعني جاي يتعلم يلعبون بولين كل شيء يعني كرة سلة. شاركت في أحد الرياضات الحين ولا للحين؟ الحين توني بشارك الحين بتشارك. طيب أخليك تشارك ويعطيك ألف عافية أبو جاسم ما قصر. إذن أعزائي المشاهدين مثل ما سمعتوا وشفتوا هذا مهرجان الاحتفال العالمي والعربي اليوم الرياضي العالمي والعربي للأشخاص ذوي الإعاقة. هذا كل اللي عندي من نادي الريان الرياضي، ونرجع للزميلة أسماء في الاستديو.
يعطيك العافية يا حمد، شكرا جزيلا لك على هذه التغطية ليوم الأمم المتحدة الدولي لذوي الإعاقة وهذه الاحتفالية الجميلة التي ترافقت مع الاهتمام بالرياضة وأيضا إشراك ذوي الإعاقة بأفراد المجتمع وتوفير البيئة المناسبة لهم لممارسة اهتماماتهم. وأيضا من الاهتمامات هناك العديد من الأشخاص اللي يهتمون بمجال صناعة الأفلام وأيضا مشاهدة الأفلام، لذلك عندنا اهتمام أن احنا نتكلم عن مهرجان أجيال السينمائي الذي انطلق يوم الأحد ومستمر على مدار هذه الأيام بمجموعة من الأفلام، مجموعة من الندوات والورش المختلفة. خلونا وياكم نتعرف أكثر عن المنفرد في هذه النسخة الجديدة من مهرجان أجيال مع السيد عبدالله المسلم رئيس الشؤون الإدارية بمؤسسة الدوحة للأفلام. حياك الله ويانا أستاذ عبدالله. صبحكم الله بالخير. يا هلا ومرحبا فيك. ومهرجان أجيال هذه السنة ما هو المختلف؟ والله كل شيء مختلف إن شاء الله. مهرجان أجيال السينمائي في دورته الثالثة، إحنا تعودنا دائما نفاجئكم بأشياء حلوة. السنة عندنا أفلام وايد حلوة. افتتحنا المهرجان يوم الأحد بالفيلم المخرج هاني أبو أسعد، مرشح مرتين لجائزة الأوسكار. قصته عن المغني محمد عساف ورحلته من طفولته إلى فوزه بأرب آيدل، وهذا كان يعني شيء كبير بالنسبة لنا، لأن هذا العرض الأول الحصري بعد عرضه في لندن. تم عرضه في قطر. نعم. العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعندنا طبعا فخورين بحفل الختام بيكون فيلم بلال، أول فيلم عربي أنيميشن عن قصة صحابي بلال بن رباح، وراح يكون حفل الختام وهذا العرض العالمي الأول للفيلم. بما أن اليوم يتصادف مع يوم الأمم المتحدة لذوي الإعاقة، وأيضا كان هنالك اهتمام بالشؤون الرياضية وأيضا اهتمام على الجانب الآخر بشؤون الأفلام وصناعة الأفلام. أثناء مشاهدتنا لنقل زميلنا حمد السلامة حضرتك أستاذ عبد الله، ذكرت لي أيضا حبيته أن يكون عندكم احتفاء خاص بهذا اليوم من خلال عرض فيلم يقدم لذوي الإعاقة. إذا في مجال أن احنا نتعرف عليه أكثر. نعم، احنا اخترنا فيلم بطل ورسالة، راح ينعرض لأول مرة بهالأسلوب في الشرق الأوسط بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة. راح ينعرض لذوي للمكفوفين او ذوي الاعاقه البصريه والسمعيه على اساس انه يوصف لهم الفيلم. جميل. اي نعم، فهذه اول تجربه من هالنوع في الشرق الاوسط. إن شاء الله صراحه تعاون نتمنى لها النجاح ان شاء الله. نعم. ان شاء الله. ايضا اضافه الى ذلك، في هذه النسخه من مهرجان اجيال ستقدم 6 أفلام تعرض لاول مره في الشرق الأوسط، نعتبرها مسؤولية. نعم. من حيث عرض هذه الأفلام، فإذا في مجال أن احنا نتعرف عليها وما هو المميز في هذه الأفلام؟ منها مثل ما ذكرت فيلم بلال، فيلم يا طير طاير، فيلم تايجرز للمخرج دانا ستانوفيتش الحائز على جائزة أوسكار. يعني أفلامنا احنا فريق البرمجة صراحة يتعب ويشوف كمية أفلام كبيرة عشان يوصل للرقم اللي احنا وصلنا فيه في المهرجان. نعم. يعني مشكورين السنة، بذلوا مجهود كبير، والسنة صراحة من أحلى الأفلام. أتمنى أن ضيوفنا يشوفون البرنامج معانا ويجون يزورون المهرجان. نتمنى هالشيء. وإحنا من خلال برنامج فيض ضحكنا موجودين. نعم. وأيضا من خلال التغطية لشاشة تلفزيون قطر في حفل الافتتاح، إضافة إلى الأجواء الجميلة التي ترافقت مع هذا الحفل، حضرتك أستاذ عبد الله ذكرت لنا بعض هذه الأجواء، ومن خلال هذا التقرير راح نشاهد أكثر. لكل من لم يحالفه الحظ لحضور افتتاح مهرجان أجيال، خلونا وياكم نشاهد هذا التقرير ونعود مرة أخرى إلى الأستاذ عبد الله المسلم حتى نتكلم ونكمل حوارنا عن مهرجان أجيال السينمائي. يا طير الطاير فيلم إنتاج فلسطيني قطري إنجليزي هولندي، بيحكي عن قصة مسيرة محمد عساف من غزة إلى بيروت. وأعتقد يعني القصة بالخطوط العريضة معروفة، لكن بتفاصيلها مش معروفة، فركزنا أكثر على التفاعل الإنساني بينه وبين المكان، بينه وبين المحيط تبعه. لما قررت أنه أعمل أخرج هذا الفيلم، كان أهم شيء بالنسبة لي أنه أعمل قصة
اللي يتفاعل معها الجمهور العريض. يكون فيلم مع يعني بالصين ينفهم وبالمغرب وبكندا وبإنجلترا بأمريكا. فركزت كثير على الدراما الإنسانية، وطبعا كل التفاصيل اللي أخذتها من الحياة من واقع محمد أو من واقع غزة ركبتها بشكل اللي تقدر يكون في تفاعل بين ضحك وبين حزن مع الشخصيات. هو هذا واقع غزة، غزة يعني موجودة تحت حصار، حروب ثلاثة كانت مدمرة فيها. ومع كل هذا الإنسان الغزاوي هو إنسان ثابت وعنده روح نكتة وعنده إنسانيته وعنده أمله وعنده شغفه، وهذا إشي كان بالنسبة لنا ظاهرة يعني نادرة. كل مرة بحاول أفوت محل جديد بدي يطير الطائر، كان عندي كثير مهم أنه أقدر أصل لجماهير عريضة، يعني اللي أحس أنه هذا الفيلم ممكن يفهمه كل العالم. تملي في بالي وفي قلبي وأنا بنساك، تملي وحشني لو حتى بكون وياك، تملي حبيبي بشتاق لك، تملي عيني تنده لك، ولو حوالي أطفال موجودين طبعاً هن من سكان غزة عمرهم 11 سنة، وكان ما قدرنا نفوت نصور بغزة فاضطرينا أنه إحنا نطلعهن ونلاقي موقع غير غزة. فإنك تطلعي بني آدم من غزة تحت هاي الحصار وتحت الاحتلال كتير صعب، فقدرنا نطلع الأطفال بس لمعبر إيرز، حدا من واحد من الأهالي تبع الأولاد أبو عبد الكريم قدر يطلعهن لإيرز، وأنا وهاني نزلنا جبناهن من إيرز. فكانت هاي أول عقبة إنه ما عنا كمان مين حدا يديره بال عليهن الأولاد، وبعدين طبعا شركة الإنتاج لقينا حدا وقعدنا الأولاد معانا والأطفال بجننوا. انزل من عندك، واحد معهوش تذكرة، انت بتعمل ايه؟ انزل انزل تحت. اللوكيشنز اللي الصعوبة كانت انه طبعا كنا منحب نصور اغلب الفيلم بغزة، فبس السلطات الإسرائيلية ما قبلت غير نفوت 3 أيام على غزة وصورنا فيهن غاد. الباقي حاولنا نلاقي موقع اللي هو قريب تضاريس زي تضاريس غزة، اللي هي كانت لقينا جنين اللي هي من بالضفة الغربية طبعا، بس ملائمة لأنها مش جبلية كتير وغزة سطحية، فلقينا حارات بقلب جنين اللي هي جدا مشابهه لغزه، لدرجه الاطفال اول ما بلشنا نصور معهم جنين قال اه هاي بتشبه غزه كثير. هناك هناك في الدور الثاني، الحق طلعت الدور الثاني. هلا احنا بس عرضناه بالمهرجانات، رح ينزل بالصالات بالشرق الاوسط بديسمبر ب 24 ديسمبر، خلينا نقول من اول لاول سنه 2016 رح يكون نازل بكل العالم، امريكا بشهر 4 فالاول 6 بيكون نازل بكل العالم. حياكم الله من جديد أحبتنا، من بعد ما شاهدنا هذا التقرير أستاذ عبد الله يمكن كان التركيز أكثر للحديث عن فيلم يطير الطاير اللي من خلاله تم الحديث عن مسيرة الفنان الفائز في برنامج محبوب العرب محمد عساف، وأيضا إضافة إلى ذلك ما ننقص من قدر عدد كبير من الأفلام التي سيتم عرضها في مهرجان أجيال في نسخته الثالثة. لو نتكلم عن صنع في قطر، مجموعة من الشباب القطري المتميز، ناخذ فكرة عن بعض الأفلام التي ستعرض ومتى ستعرض.
صنع في قطر، هذه نسختها الرابعة، بدأ من 2011. احنا فخورين جدا، دائما نشوف المستوى يكبر ويعلى سنه عن سنه، فالشباب نفسهم قاعد يتحدون نفسهم ان يوفرون افلام احسن. يوم الاحد يوم الاربعاء ان شاء الله صنع في قطر 1 راح يكون الساعه 7 مساء، وصنع في قطر 2 يوم الجمعه الساعه 7 مساء. جميل. ان شاء الله راح نشوف افلام وايد حلوه طالع من شباب قطريين، واتمنى الجميع يدعمهم صراحه، لان احنا من الجهات الداعمه واجتهادهم هم اللي وصلهم لهذا المستوى. إذا ما كانوا مبدعين ما كان في دعم ومساندة من مؤسسة الدوحة للأفلام، وأيضا عرض أفلامهم في مهرجان كبير أخذ مكانته من بين المهرجانات العالمية. لو نتكلم عن هذه المكانة أستاذ عبد الله، يعني استطعتم من خلال هذه الدورة الثالثة استقطاب العديد من الشخصيات البارزة، وأيضا أن يكون لمهرجان مهرجان أجيال مكانته. نتكلم عن هذه المكانة، وفي إيش ينفرد هذا المهرجان عن غيره من المهرجانات؟ مهرجان أجيال طبعا يتميز أنه مهرجان الشباب الوحيد في الشرق الأوسط. عندنا حكام المهرجان هم الشباب من سن 8 سنوات إلى 21 سنة، مقسمين إلى 3 فئات. من 8 إلى 12 عددهم كبير. أيوة 13 إلى 17 و18 إلى 21. عندنا 520 حكم موزعين على هالثلاث فئات، منهم 27 حكم جايين من دول أخرى للمهرجان يشاركون في المهرجان، وهم طبعا قلب المهرجان. ينعرض عليهم مجموعة الأفلام تناسب فئتهم العمرية، وكل الأفلام لها فيها رسالة، فيها معنى اجتماعي، عزيمة، إصرار، قدرة. هدفنا نحثهم، واحنا طبعا هدفنا من المهرجان مو متوقعين ان كل الحكام يصيرون منتجين افلام او مخرجين افلام، مع انها صارت عندنا سنان الانصاري احنا فخورين فيها، كانت حكم ورجعت هذه عينه ايجابيه نعتبرها، يعني تطبيقا حكم ورجعت فيلم ميكر. اي نعم، بس ان حابين ان الشباب يرتقون بفكرهم باختيارهم للافلام، ومجموعه الشباب اللي شاركوا في المهرجان في السنوات اللي طافت الكل أشاد أن حتى طريقة التعبير عن نفسهم الإنشاء تحسن عندهم. فالحمد لله أن جانب المهرجان يعطي جانب تعليمي بما هو حسي وفني بعد. نعم، ما هو الختام؟ كيف ستكون الأحداث في الختام؟ ما هي الأفلام؟ حضرتك تفضلت وذكرت فيلم بلال. نعم. سيعرض في الختام. إضافة إلى ذلك هل هناك فعاليات أنشطة أخرى ستقام؟ عندنا احنا لنا يوم السبت يصادف فعاليه نهايه الاسبوع، فعاليات الاسره تبدا من يوم الجمعه الى يوم السبت، فعاليات كثيره للاطفال والشباب والكبار. عندنا صندوق العجب مفتوح للجميع، اكتيفيتيز على شاطئ كتاره، الفيس بينتينج، العاب مختلفه. عندنا معرض ركن الهواه موجود للشباب، وما شاء الله امس كان أول يوم افتتاح لمعرض ركن الهواء، جاءنا أكثر من 1000 زائر في أول يوم. يعني إحنا صراحة عدد مش قليل. نعم. وإحنا وايد فخورين فيه. ومع هذا عندنا بعد فعاليات تعليمية، عندنا بالتعاون مع مركز قطر الرسوم المتحركة عندنا ورش تعليم أنيميشن للألعاب. نعم. فحابين ربطنا فكرة ألعاب معرض الألعاب مع رابط تعليمي هو ورش أنيميشن للألعاب. دائما تتفردون من خلال فعالياتكم وأنشطتكم اللي تترافق مع النسخ المختلفة لمهرجان أجيال السينمائي. دعوة، إذا في دعوة مميزة ممكن نقدمها لكل مشاهدينا لحضور هذه الأفلام، أفلام متنوعة سيتم عرضها في الحي الثقافي كتارة، ما هي الدعوة اللي راح تقدمها أستاذ عبد الله؟ أقول للجميع حياكم الله، عندنا المهرجان كثير حلو السنة، ودائما نجيب لكم الأحسن، فتفضلوا عندنا في الحي الثقافي كتارة وتشوفون الزين إن شاء الله. يعطيك ألف عافية أستاذ عبد الله المسلم، مدير إدارة الشؤون الإدارية بمؤسسة الدوحة للأفلام، على حضورك الدائم معنا، ودائما كل أقوالكم تتحول إلى أفعال على أرض الواقع من خلال هذه الإبداعات المقدمة في مهرجان أجيال السينمائي. شكرا جزيلا على حضورك. شكرا لكم استضافتكم. شكرا. وتحياتي لجمهور تلفزيون قطر. شكرا جزيلا لك. أحبتنا، من بعد ما أخذنا وياكم جولة في مهرجان أجيال السينمائي من خلال كل الفعاليات والأنشطة والأفلام التي ستقدم فيه، بعد الفاصل سنتكلم عن البرامج التعليمية والمنح المختلفة التي تقدم في جامعة حمد بن خليفة. انتظرونا بعد الفاصل.
يا هلا ومرحبا فيكم أحبتنا، وما زلنا نتواصل معاكم ومع مجموعة من المواضيع اللي نقدمها لكم في برنامج في الضحى. بدأناها بالحديث عن منتدى ستقيمه دولة قطر، وأيضا انتقلنا للحديث عن مهرجان أجيال. سنختم فقرتنا في هذه الفقرة مع استضافة مجموعة من الضيوف، فهؤلاء الضيوف أحبوا أنهم يكملون دراستهم في مجالات متعددة متنوعة. راح نتكلم عن سبب اختيارهم لهذه الدراسات العليا، وأيضا نتكلم عن برامج التعليمية والمنح المختلفة التي تقدمها جامعة حمد بن خليفة. نرحب وياكم أحبتنا. نبدأ بطالب الدكتوراه علي الشرشني، طالب دكتوراه في الطاقة المستدامة، حياك الله يا علي. يا هلا مرحبا فيك. وأيضا ننتقل إلى مجموعة من الأخوات اللي مشاركينا اليوم في حلقتنا للحديث عن هذا الموضوع. أمينة الهارون تدرس حاليا ماجستير في الآداب في الترجمة السمعية والبصرية بجامعة حمد بن خليفة، حياك الله يا أمينة. وأيضا نرحب بطالبة، مش طالبة، خلصتي ماجستير في التمويل الإسلامي، حياك الله مها السليطين. يا هلا مرحبا فيك. أكيد الانتقال من مرحلة الدراسة الجامعية ومن ثم دراسة الماجستير والتفكير في الدكتوراه، لذلك ننتقل إلى علي ونبدأ الحديث معك يا علي. ما سبب اختيارك لهذا التخصص؟ التنمية المستدامة أحد التخصصات اللي أحس أن دولة قطر بأمس الحاجة لها في الفترة الحالية. التنمية المستدامة هي بيسكلي تنمية أو أن نحصل احتياجاتنا في الوقت الحاضر بدون ما نأثر على أجيال المستقبل، أن يقدرون يحصلون على نفس الاحتياجات في المستقبل. إذا ننظر حوالينا، النمو الاقتصادي والنمو السكاني في قطر وصل لمرحلة أن إحنا فعلا محتاجين ندرس شلون النمو هذا راح يأثر على المستقبل. من وجهة نظرك، هل في توجه كبير حاليا في الدولة وأيضا من خلال القطاعات المختلفة توجه للصناعات البترولية أو صناعات الطاقة، بحيث أن حضرتك علي توجهت لدراسة الطاقة المستدامة وإكمال دراسة الدكتوراه في هذا المجال؟ نعم، أنا أشتغل في قطاع البترول. نعم. ولكن لو شفتي رؤية قطر 2030، الركيزة الأساسية التي تتمحور حواليها الرؤية هذه هي الاستدامة. نعم. شلون أنا أقدر أستخدم الطاقة وفي نفس الوقت يكون عندي استدامة لاستخدام الطاقة وعدم التأثير على البيئة المحيطة فيني. فبالنسبة لي هاي كان أساس اختياري للتخصص هذا، لأن حسيت أنه فعلا أنا أقدر أأثر، أقدر أسوي تأثير إيجابي في دولة قطر من خلال التخصص هذا. تعرفنا وياك على سبب اختيارك لهذا التخصص أخوي علي. ننتقل إلى أمينة، واختيارها نوعا ما يعني استوقفني يعني بشكل كبير، وقعدت أفكر في تخصص ماجستير الآداب في الترجمة السمعية والبصرية من جامعة حمد بن خليفة. لو نتعرف وياك أو تعطينا نبذة، ما هو المقصود بهذا التخصص أو هذا الماجستير تحديدا؟ الترجمة الصوتية والبصرية تتعنى أن نترجم للشاشة، هو طبعا نحط ترجمة وصف صوتي باللي قاعد يصير في الشاشة من ناحية مؤثرات صوتية أو موسيقى تشتغل في الفيلم أو الفيديو، هو معلي حق الناس اللي ما يسمعون، الصم. نعم. والترجمة السمعية هي حق الناس المكفوفين، سواء كانت من ناحية الفيلم أو التلفزيون، أو حتى من ناحية مثلا زيارة متاحف اللي يكون فيها مثلا مجسمات لوحات ما يقدرون يشوفونها، فيسمعون الوصف اللي متعلق بهالنموذج اللي قاعد يشوفونه من ناحية السماعات أو الأجهزة اللي توفر لهم عشان يعرفون عنه. هل تعتقدين أنه هو تخصص صعب، هو اللي حفزك أن أنت تدخلين لدراسة الماجستير في هذا المجال، أو في سبب معين يدفعك لدراسته؟ هو أنا بشكل عام مهتمة بالتواصل. نعم. لأني في الدراسة الجامعية تخصصت تسويق، ولاحظت من ناحية هاي التخصص أن في وايد تواصل على مدى على نطاق عالمي، مثلا من ناحية الأسواق، من ناحية تفهمين الجمهور اللي قاعد توصلين له. وبالنسبة حق هذه الناس، إحنا نحس أن في وعي قليل في الدولة من ناحية أن شلون إحنا نتواصل مع هالناس، شلون نخليهم يتواصلون معنا في نفس الوقت. نعم. فحسيت أن هاي التخصص مهم جدا، ترجمة يعني لهم، أو إن نخليهم يتواصلون معنا إحنا كمجتمع في الأنشطة اللي إحنا مهتمين فيها، سواء تسويق، أفلام،
كل هالأشياء. يعطيك العافية، توجه جميل وأيضا فكرة جميلة من حيث الهدف اللي ادفعتك لدراسة الماجستير في هذا المجال. مها الصليطي خريجة، خريجة ماجستير في التمويل الإسلامي، حاليا في توجه كبير إلى البنوك وغيرها من الأمور، لذلك ودنا مثل ما تعرفنا مع علي وأيضا أمينة على سبب اختيارهم لهذا التخصص، نتعرف على سبب اختيارك لتخصص التمويل الإسلامي. أنا اخترت بصراحة التمويل الإسلامي بما أن التمويل الإسلامي هو نوع العلوم المصرفية الجديدة اللي مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية. بسبب اختياري حق هذا التخصص بالأول أن أنا أصلا متخصصة بالمحاسبة وبالتمويل، وبحكم شغلي أقدر أطبق أحكام الشريعة الإسلامية في هذا المجال. هذا معناه أنه ممكن يساهم في طبيعة العمل اللي حاليا حضرتك موظفة فيها، لذلك اخترتي هذا التخصص استكمالا وأيضا مساعدة لطبيعة العمل. حابة أتوجه لأخوي علي، بالأمس كان في حديث من خلال برنامجنا عن أحد المبادرات اللي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مبادرة بعنوان وجهني، من خلالها يتم توجيه الطلبة لاختيار تخصصاتهم وأيضا ميولهم في سوق العمل. لو من خلال تجربتك أخوي علي وحاليا حضرتك طالب دكتوراه في الطاقة المستدامة، ما هي أهم الأمور اللي لازم الطالب يضعها بعين الاعتبار حتى لو تكلمنا أنه تخرج من الجامعة وود أنه يكمل الدراسة إن كان في الماجستير أو الدكتوراه، ما هي أهم النقاط اللي لابد من مراعاتها في اختيار المجال اللي راح يكمل فيه؟ يعني هو أكيد يختلف من شخص لشخص، ولكن أعتقد أن أهم شيء أن يكون واحد عنده رؤية مستقبلية، هو شنو يبي يسوي في المستقبل، سواء كان هذا الكلام في مجال العمل او في مجال انا اعرف. معناته ما يعتمد على سوق العمل؟ مو بشرط سوق العمل، لان انا اعرف اشخاص وايد سووا ماجستير ودكتوراه في مجالات ما لها اي علاقه في تخصصاتهم، لان توجههم الشخصي كان مختلف عن توجه سوق العمل. نعم. فهم اختاروا ان يسوون او يتخصصون او يتعمقون في تخصصات ما لها علاقه في سوق العمل ولا لها علاقه اصلا في تخصصاتهم، ولكن كان خيار شخصي بالنسبه لهم. فهذا يعتمد بشكل كبير على الشخص نفسه. ولكن خلينا نتكلم عن سوق العمل. فعلا سوق العمل عندنا يعني بيكون اكيد اي شيء له علاقه في مجالات الطاقه والبيئه او الاستدامه بشكل عام، احنا نتكلم حاليا على المدى البعيد وحتى على المدى البعيد. يعني معلش، احنا ترى النمو اللي قاعد يصير في قطر، احنا محتاجين، ما اعتقد انه في تخصص معين، محتاجين كل التخصصات. تخصصك اخوي علي سهل او صعب من وجهه نظرك او من وجهه نظر الاشخاص اللي حابين انهم يكملون الدكتوراه في هذا المجال؟ انا لو اشوف طيف او تخصصات الاشخاص اللي معانا في البرنامج، احنا عندنا ناس دارسين بزنس، ناس درسوا هندسه، في ناس درسوا علوم سياسيه ما لهم اي علاقه، ولكن لان تخصص الاستدامه يعتبر على ما يقولون بالانجليزي مالتي دايمنشنال، اللي هو متعدد الجوانب. انت ما تنظري للمشكله من جانب واحد اللي هو التكنولوجيا او من الجانب الاقتصادي، لا. نعم. انت تنظري من اكثر من جانب لنفس المشكله، لابد ان تتعدد النظره بحيث انها ما تكون محدوده على امر بالضبط. معين وتكون لخدمة الشخص نفسه وأيضا مجتمعه في نفس الوقت. نعم. أمينة، حبيت في تخصصك أيضا خدمته لمجموعة كبيرة من أخواننا من ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم، إن كانت سمعية أو بصرية، هل في جهات معينة ممكن من خلال دراستك لهذا التخصص في برنامج الماجستير في برامج تعاونت معك، إن كانت مركز الشفلح أو غيرها من المراكز، بحيث أن البرنامج اللي حضرتك تدرسينه ممكن يفيدهم في التعليم في العلاج في نفس الوقت؟ أنا لحد الحين اللي عارفة لحد الحين تعاوننا مع مؤسستين، ألا وهي مؤسسة الدوحة للأفلام. نعم. اللي تصير كل سنة أو كل سنتين، مؤسسة الدوحة للأفلام مهرجان الأجيال اللي إيه حاليا. نعم. يقام. نعم. وبعد في متحف اللي هو في قطر فونديشن، هو متحف الفن الحديث الإسلامي. نعم. بعد في إسلامي في الفن الحديث، فإحنا يعني نسوي لهم ترجمات معينة حق الناس اللي ذويها الاحتياجات سواء مكفوفين أو صم كانوا. جميل. من ناحية الأفلام التي ستعرض بحيث أن يكون في ترجمة. نعم. لذوي الإعاقة السمعية وأيضا البصرية. طيب مها، التخصص التمويل الإسلامي هل في إقبال كبير عليه من خلال دراستك له وتخرجك من هذا البرنامج؟ هل تلاحظين في إقبال كبير من الطلبة عليه؟
اي نعم، يوم انا تخرجت في 2014 كان عندنا عدد كبير من الخريجين بتخصص التمويل الاسلامي، تقريبا كانوا 30 طالب في التمويل الاسلامي، بشكل نسبه كبيره من الخريجين في ذاك السنه. بالنسبه للطلاب الجدد مثل ما تشوفون الجامعه في طلاب كثيرين يحبون يدخلون في هذا التخصص بما يقدمه الجامعه، بس بشكل عام الجامعه الوحيده في المنطقه اللي تقدم هذا التخصص، بالاضافه الى الدكاتره اللي يطرحون هذا البرنامج هم نخبه في تخصص التمويل الاسلامي، وبعضهم هم مؤسسين فكره التمويل الاسلامي وكيفيه تمويله والعلوم نفسها، كيف العقود تركيبها وغيرها من ذلك. فالطالب يحصل على فرصه معينه مميزه للتمويل الاسلامي في الجامعه. اذا نقدر نقول ان البيئه متوفره للدراسه وايضا للتثقف بوجود عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال. وجود أخونا علي شرشني طالب دكتوراه في الطاقة المستدامة، وأيضا أختنا أمينة الهارون المتخصصة في مجال دراسة حاليا دراسة الماجستير، ماجستير أداب في الترجمة السمعية والبصرية في نفس الوقت، طالبة الماجستير في التمويل الإسلامي، أكبر دليل على أن العلم ما له حد معين، ما له سن معين، كل شخص عنده طموح بإمكانه أنه يستكمل التعليم، وأيضا التوجه لعدد من التخصصات، ومثل ما قال أخونا علي ما يكون نظركم وأيضا هدفكم محدود، تكون الأهداف محددة بشكل كبير إن كان لأنفسكم وأيضا لبلدكم. أخوي علي شكرا جزيلا على حضورك ويانا. شكرا. وأيضا على إطلاعنا لاختيارك لهذا التخصص. أختنا أمينة الهارون شكرا أيضا على حضورك ونتمنى لك كل التوفيق. أختي مها الصليطي أتمنى لك كل التوفيق في مجال العمل من بعد التخرج. شكرا لك. أحبتنا من بعد هذا اللقاء الجميل اللي جمعنا مع مجموعة من الطلبة المبدعين راح نتعرف وياكم من خلال هذه الفقرة الطبية على مجموعة من النصائح، ونرجع نتواصل معاكم في آخر فقراتنا من برنامجنا. السلام عليكم ورحمة الله، مرحب بكم في مستشفى الحمل الطبية قسم الأعصاب، تفضلوا معنا. معكم الدكتور يحيى زكريا إمام، استشاري المخ والأعصاب بمستشفى الحمل الطبية. أنا رحب بكم في الفقرة الطبية لهذا اليوم، وحاب أتحدث معكم اليوم عن السكتة الدماغية. السكتة الدماغية أو الجلطة كما يحب أن يسميها البعض عبارة عن انسداد للدم في أحد شرايين الدماغ، ينتج عن ذلك حدوث ضرر في خلايا الدماغ مما قد يسبب إعاقة جسدية أو ذهنية، قد تكون دائمة وقد تكون في بعض الحالات مميتة. لذلك من الضروري الناس تعرف عن الجلطة الدماغية وعن السكتة الدماغية. في قطر معدل الإصابة بالسكتة الدماغية يعتبر من المعدلات العالية المتوسطة. نستقبل في مستشفى حمد ما يعادل 3-4 حالات في اليوم بمعدل 8 حالة كل 8 ساعات. والسبب يرجع إلى أن الحالات هذه أسباب كثيرة شائعة عندنا هنا في المجتمع القطري. وأسباب السكتة الدماغية على أهمها ارتفاع ضغط الدم وداء السكر والبدانة وعدم الحركة وعدم الرياضة، بالإضافة إلى التدخين. هذه الأسباب الرئيسية. في قطر عندنا نسبة البدانة مرتفعة جدا، ونسبة الإصابة بسكر داء السكر يعدل 18%، وهذه معدلات مخيفة عالميا. يجب الواحد أن ينتبه لهذه الأمراض، ويجب أن يتم الكشف عنها بشكل دوري، لأنه إذا قدرنا نمنع هذه الأمراض من الحدوث فنحن نقدر نمنع الإصابة بالجلطة الدماغية. عند الإصابة بالجلطة الدماغية الواحد لازم يتصرف بسرعة. عندنا دائما عبارة بنقولها أنه الوقت عبارة عن الدماغ، كل دقيقة بتمر على الواحد وهو مصاب بالسكتة ينتج عنها موت ملايين الخلايا. فالواحد لازم يسارع عند الإصابة بالجلطة الدماغية للاتصال بالإسعاف، يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب.
وعرض الجلطة نفسها أعراض سهلة الكشف عنها. نحن جمعناها في كلمة سارع أو فاست، وهي ثلاثة أعراض رئيسية سهل الكشف عنها. إذا حسيت أنه إذا أنت أو أحد من أقربائك أو أصدقائك عنده مشكلة في الوجه، ضعف في الوجه، أو صعوبة في التحدث، أو ضعف في اليد، فحينها عليك أن تسارع وتتصل بالإسعاف. ومن هنا كان شعار الحملة فاست أو سارع. طبعاً السكتة الدماغية تؤثر على جزء من المخ. في كثير من الأحوال الشخص يعرف أنه مصاب بالجلطة وقد يتصل بالإسعاف نفسه إذا كان ممكن يقدر على الكلام. بعض الجلطات قد تمنع الشخص من الكلام أو قد تؤدي إلى نسيان أو إلى عدم وعي. في هذه الحالة طبعاً يحتاج الأشخاص المحيطين به إلى الاتصال بإسعاف لتلقي العلاج. علاج الجلطات في الساعات الأولى عندنا عدة علاجات ممكن الواحد يلجأ إليها، على أهمها مذيب الجلطات. في علاج آخر هو علاج عبارة عن قسطرة دماغية للناس الذين لم يستجيبوا لعلاج المذيب بالجلطات، وعن طريقها عن طريق قسطرة مثل قسطرة القلب يتم إزاحة الجلطة عن طريق القسطرة. وفي أحيان أخرى يكون الشفاء ليس كاملاً والمريض يكون بحاجة إلى مواصلة العلاج، فيقوم نقله إلى مستشفى آخر اللي هو مستشفى الرميلة لتلقي إعادة تأهيل، حيث يجلس معهم يمكن أسابيع حيث يخضع لجلسات علاج طبيعي مكثف وإعادة تأهيل بإضافة إلى علاج وظيفي وعلاج البلع ولما إلى ذلك. شكرا جزيلا. ختام همسك وياكم أحبتنا، وصلنا إلى آخر فقراتنا. من خلالها راح نعرفكم على أحد الحسابات اللي راح تفيدكم في الأيام القادمة من خلال التعرف على عرض الأفلام المختلفة اللي يعرضها مهرجان أجيال السينمائي الذي يقام من مؤسسة الدوحة للأفلام. نشاهد وياكم حساب مهرجان أجيال من خلاله على مدى 6 أيام منذ انطلاق مهرجان أجيال وحتى يوم السبت 5 ديسمبر. ستكون هنالك العديد من الأفلام المختلفة التي صنعت محليا وأيضا عربيا وعالميا، وسيتم عرضها من خلال المهرجان. لكل من يرغب بالتعرف على مواعيد عرض هذه الأفلام متابعة حساب مهرجان أجيال السينمائي. أحبتنا نتمنى أن احنا وفقنا من خلال حلقتنا اليوم أن احنا قدمنا لكم مجموعة من الفقرات وأيضا النقلات والتغطيات المختلفة. حتى نلتقي وياكم باكر بإذن الله، لكم أجمل وأرق التحايا من فريق عمل برنامج في الضحى ومن أخذكم أسماء الحمادي. بحب وابتسامة نقول لكم مع السلامة.